بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا مقدس اور پیارا وظیفہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ آج کے دن اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ پڑھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالیٰ گھر میں رزق کی تنگی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال گھر میں رزق کی برسات کرے گا، اتنا وسیع رزق عطا فرمائے گا، اتنا مال و دولت عطا فرمائے گا کہ اگر آپ غریبوں میں بھی تقسیم کریں، یتیموں مسکینوں میں بھی تقسیم کریں، پھر بھی انشاءاللہ ختم نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے اس مقدس کلام کے صدقے تمام مشکلوں سے نجات عطا فرمائے گا، تمام پریشانیوں بیماریوں سے پورا سال حفاظت میں رکھے گا. آج کا دن بڑا ہی مقدس دن ہے، آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں اور سنیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے پورا سال کاروبار میں برکت نازل فرمائے گا، رزق میں اضافہ فرمائے گا اور ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی. محبت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، ویڈیو کو لائک فرما دیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا. وظیفہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصبحنا واصبح الملك للہ والحمد للہ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله الله الله ربي لا أشرك به شيئا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا مبيد يا ودود يا رزاق يا وهاب يا باسط يا بعيد يا قريب يا رزاق يا وهاب يا باسط يا خالق يا بارئ يا رزاق يا وهاب يا باسط يا سميع يا عليم يا رزاق يا وهاب يا باسط يا سلام يا مؤمن يا رزاق يا وهاب يا باسط يا جبار يا متكبر يا رزاق يا وهاب يا باسط يا مصبر يا مفيد يا رزاق يا وهاب يا باسط رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتدى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان قريبا فيسره وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.
آمنت بالله صدق الله.